ثم أما بعد، فما زلنا مع قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ذكرنا ما يسر الله جل وعلا من بصائر لهذه الكلمات الكريمة من كلام الله جل وعلا. نقف اليوم عند مفهوم مهم جدا هو مفتاح هذه الآية، مفتاحها الذي يكسب المؤمن نصاعة بصيرته ليبصر من خلال الآية ومن خلال ما يشبهها من آيات بصيرة الحق، أو يبصر ببصيرة الحق حقائق الإيمان المطلوبة من العبد. واستعينوا بالصبر والصلاة، قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع إذن هو مناط الاستعانة بالصبر ومناط الاستعانة بالصلاة، وإذا لم يكن خاشعا كبرت عليه وشقت، شق عليه أن يستعين بالصبر وشق عليه وكبر أن يستعين بالصلاة، ما دام أنه لا يكتسب ولا يتصف بهذه الصفة الربانية العظيمة الخشوع. والخشوع معنى وجداني قلبي، وما أصعب المعاني القلبية أن تكتسب أو أن تبين، لأنها معان ذوقية، وذلك يرجع في نهاية المطاف إلى إحساس العبد الإيماني وشعوره الوجداني. ومثل هذا لا يمكن إكسابه الناس إلا أن يكتسبه الإنسان بعمله الصادق الذي ينتج عنه ويترتب عنه هذا المعنى في قلبه فيكون من الخاشعين. لكن الرب جل وعلا بيّن لنا مسلك الوصول إلى هذا المعنى الذي يجعلك قادرا على الاستعانة بالصبر وبالصلاة بالشكل الذي بينا وفصلنا قبله، وذلك حين قوله سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذن هذان المسلكان، ظن ملاقاة الرب وظن الرجوع إليه جل وعلا، وليس ها هنالك تكرار الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم شيء وأنهم إليه راجعون شيء آخر، ولو كان اللفظان دالين على معنى واحد لما جاز أن يكون مثل ذلك في كتاب الله، لأن الله جل وعلا لا يكرر شيئا، كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى عند العرب فأحرى في كتاب الله جل وعلا. وقبل أن نفصل فرق ما بينهما، نذكر أولا ما قال العلماء في هذا المعنى، معنى الخشوع، وذلك أن الخشوع في أصل اللغة إنما يدل على الانحناء والسكون، انحناء وسكون، فيقال أرض خاشعة أي أرض منخفضة، منخفض من الأرض هو الأرض الخاشعة، فليقال للأرض التي هي ذات هضاب وجبال أو تلال في اللغة بأنها خاشعة. وإنما الخشوع في الأرض أو من الأرض إنما هو السهول والبطاح وما كان في معنى هذين الأمرين من الوطيء من الأرض المنخفض. ويقال أيضا حقل من السنبل خاشع، إذا امتلأ السنبل حبا، حقل يزرع، امتلأ السنبل حبا فثقل فانحنى رأسه، طبعا لما يحمل من كنوز الرزق، ولكن يسمى هذا أيضا في العربية حقل خاشع أو سنبل خاشع. وها هنالك أيضا آية في كتاب الله تدل على هذا المعنى، وردت موردا بالآيات، وردت موردا لغويا لا شرعيا بهذا المعنى الخاص، لأن الخشوع في الأصل الشرعي لا في الأصل اللغوي إنما ينسب للمؤمن، إنما ينسب للمؤمن، فإذا نسب إلى الكافر فهو بالمعنى اللغوي: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم، نعوذ بالله منهم ومن حالهم، أي الكفار، خاشعة أبصارهم أي أنهم ينظرون إلى الأرض من هول ما هم عليه وما هم مقبلون عليه ومن هول ما علموا من أمر الله جل وعلا وعذابه، نعوذ بالله من عذابه. فبمجرد ما يدرك الكافر بأنه قد بعث من بعد الموت
وأن الله قد حقق وعده فيه، يدرك آنئذ أن وعيده لا محال متحقق، فيفزع ويصاب بالرهبة ويخشع بصره، خاشعة أبصارهم بسبب ما أصابه من الرهق والرهب، كما يكون المجرم حينما يقبض عليه ويقع في الفضيحة، فإنه يحدث له نوع من الانكسار والإحساس بالإحباط، فنفسه خاشعة أي منكسرة، وليس بالمعنى بمعنى التقوى وبمعنى الورع، لا، ولكن بمعنى اليأس والانكسار والإحباط. فأبصارهم تكون خاشعة بمعنى أنها تكون منسدلة خاضعة ناظرة إلى الأرض، تكون ناظرة إلى الأرض خاضعة، خاشعة أبصارهم منسدلة إلى الأرض، خاضعة ناظرة إلى التراب، لا تستطيع أن ترفع إلى أمام ولا إلى أعلى، لأن ليس لديها ما تفرح به عند الله، وإنما لديها ما تقرح به عند الله، نعوذ بالله من قرح يومئذ، خاشعة أبصارهم. فالخشوع إذن في أصله الاستعمالي العربي خضوع وانكسار وانحناء، انحناء كما بينا في الأرض الخاشعة والسنبل أو الحقل الخاشع أو الإنسان الخاشع في الدنيا أو في الآخرة بالمعنى اللغوي أي منكسر محبط. لكن الخشوع بالمعنى التعبدي شيء آخر مختلف تماما. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذه فئة أخرى ومنزلة عليا، وقد طلبها الله جل وعلا من صالح المؤمنين من الصحابة ثم ممن بعدهم إلى يوم القيامة، حينما قال جل وعلا: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أن تخشع قلوبهم، فالقلب إذن محل الخشوع ومناطه، وخشوع البدن إنما هو تابع لخشوع القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح وإلا فلا. ولذلك قال: أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كيف إذن يخشع القلب ليكون مشتاقا إلى الصلاة وليجد عونا في الصلاة؟ المؤمن حينما يشعر بالضعف أو يشعر بالاحتياج يفزع مباشرة إلى الصلاة وإلى عقيدته قبل ذلك وبعد ذلك من باب الصبر، لأن الصبر باب من أبواب الاعتقاد كما بينته قبل وقد مضى هذا. الإنسان عادة حينما يشعر بالمرض في بدنه أو الاضطراب ويظن أن به كذا وكذا، يعني يتخيل نوعا ما سبب مرضه، فإنه عادة يفزع إلى ما يناسبه من الأدوية حسب علمه، ضر الرأس كيمشي الأسبرين أو شيء من هذا القبيل يفزع إليه، ويجد حاجة في نفسه إلى ذلك حتى إنه لا يشعر بالراحة قبل أن يحصل العلاج، غير مجرد ما كيتهيئ له في دماغه باللي راه كلا الدواء كيبدا يحس باللي راه برا هو مازال ما برا، وربما لن يكون لذلك الدواء أثر، ربما كان فقط لهذا الاعتقاد بمجرد أنه ظن أنه عالج نفسه يشعر بنوع من الراحة. فالشاهد عندي والذي أريدها هنا بيان أن الإنسان حينما يحتاج إلى الشيء يحتاج إليه ويدرك أن حاجته فيه يسرع إليه بشوق يجد فيه راحته. ولذلك بينت قبل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قرة عينه في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة لك ود وديره الذي كان يفزع إليه عليه الصلاة والسلام. فإذن يعني يصاب الإنسان بأنواع الابتلاء ويحدث له في بعض الأحيان العكس، وقد شاهدت مثل هذا، بنادم طير القنطان حزين بسبب مصائب نزلت عليه كتقول له نتصلي الفريضة، وقد شاهدت مثل هذا يقول لك اسمح لي ما في هذا الساعة ما يصلي، يعني لا يعرف ما الصلاة ولا يدرك حقيقة حاجته بالضبط، هذه مشكلته، لأنه اعتقد أن دواءه في شيء وهذا الشيء هو داؤه، كما قال شاعرهم: وداوني بالتي كانت هي الداء. فحينما يبصر وتتفتح البصيرة، بصيرة العبد المؤمن على هذين الصبر والصلاة، فإنه لا ينتظر شيئا عند الفزع بل يفزع إليهما معا
ويقتني منهما دواءه ويجد سكينته بمجرد الإقبال على هذين، على الصبر حينما يتذكره أو على الصلاة حينما تحضره أو إلى نافلتها، يجد راحته بمجرد التفكير في أنه سيصبر وبمجرد التفكير في أنه سيصلي، ها هو ذا يتوضأ أو قد أقبل يتهيأ للصلاة، يبدأ الشفاء ينزل على قلبه من قبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام. واستعينوا بالصبر والصلاة، كيف يكون للعبد هذا إذا كان قد تحقق في قلبه الخشوع وتحقق قلبه بمعنى الخشوع؟ ولذلك الإنسان الذي يأنف من الصلاة ويمل من الصبر لم يدري ما الخشوع، لم يدري ما الخشوع. قال الحق جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، جملة تفسيرية تفسر وتبين وتشرح ما الخاشعين، تفسرها وتبينها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلت بداية الكلام ها هنا مسألتان وفرق بين العبارتين دقيق، وإذا تحقق بهما العبد حصل له هذا المبتغى الخشوع وكان من الخاشعين، ووجد آنئذ حلاوة الصبر في قلبه ولذة الصلاة في وجدانه، يجده ويكون له نوع من الشوق إلى الصبر ونوع من الشوق إلى الصلاة وإلى أحوالها. وكلما سمع الأذان صوته يتردد في الآفاق كلما اهتز قلبه طربا لذكر الله جل وعلا، واشتاق إلى ذلك الركوع وإلى ذلك السجود وإلى القرآن يتلى في الصلوات، وكان له شوق بعد ذلك إلى نوافل الخيرات من الصلوات وأشباهها بالليل وبالنهار. قال الحق سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقد ورد في آية أخرى أنهم ملاقوا الله، ولكل مقام مقال. أما ها هنا فحاجة العبد إنما هي إلى ربه. صحيح الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى، الرب الحق إنما هو الله، فالله اسم عالم على الذات الإلهية، والرب صفته العليا لأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، صفته العليا. ولكن الشيء المهم ها هنا الذي به يتحقق للعبد مسلك الخشوع وصفته ورتبته، أن تشعر أيها العبد أن لك ربا، لأن صفة الرب هي تتعلق بالعبد، تتعلق بالعبد. أما الله جل وعلا من حيث هو اسم فيتعلق بالله ذاتا، كيف ذلك؟ لأن معنى الرب هو ملشي المالك، فأين المملوك إذن؟ أنا وأنت. فحينما تذكر الله من حيث هو رب فإنك تذكره من حيث أنت عبد، وهذا شيء مهم جدا. الذين يظنون أنهم ملاقو سيدهم ملاهم اللي خلقهم ربهم، فإذ تقبل على الله جل وعلا متدبرا متفكرا تاليا ذاكرا نائما مستيقظا، تقبل على الله على أنك مملوك له، أمرك ليس لك وليس بيدك شيء، ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، ولا حركة لك ولا سكنة إلا بإذنه، هو مولاك، لا يمكن أن تستيقظ إلا إذا أذن، ولا يمكن أن تنام إلا إذا أذن جل وعلا، ولا يمكن أن تأكل ولا أن تطعم ولا أن تستيقظ ولا أن تتحرك في أي شيء إلا بإذنه، ولا أن تعلم ولا أن يقع لك أي شيء إلا بإذنه. أنت مملوك لمالك حق، أنت مخلوق لخالق سبحانه وتعالى عظيم. فشيء مهم جدا أن يدرك العبد أنه لا يملك أمر نفسه، فإذا أدركت أنك لا تملك أمر نفسك وأن أمر نفسك هذا مملوك لله الواحد القهار، فذلك مستوى من التوكل عظيم، ومستوى من التفويض عظيم، ومستوى من التوحيد رفيع. تدرك أنك راجع إلى ربك، أنك ستقابل ربك عاجلا أو آجلا. الذين يظنون أنهم ملاقوا ملاقات ربهم، ما زال جي الوقت لتقف بين يدي الله جل وعلا. قد يقع للإنسان مثلا في أحوال الدنيا أنه مثلا
في العلاقات البشرية الاجتماعية فلان العظيم من أهل الجاه أو أهل السلطان أو أهل المال إذ يصدفك أو تصدفه في مكان تتعجب من حال ذلك اللقاء. أنت أيها الضعيف المسكين جلست مع فلان وعلان هذا تشعر بنوعين من الفخر والاعتزاز طبعا في أمور العلاقات الاجتماعية البشرية. ثم لو دعيت إلى شخص عظيم أنك تلاقيه غدا أو بعد غد تجد لتلك الدعوة في قلبك أثرا عظيما، لأن الناس ليس من شأنهم أن يلتقوه وليس من شأنه أن يلتقي الناس هكذا جزافا، إما بمواعيد محددة أو على حسب مراتبهم، لكن رب الكون الذي خلق كل شيء خلق العباد جميعا وما في الكون سيلاقي كل عبد فردا كان من أهل الخير أو كان من أهل الشر نعوذ بالله منه، ويحاسب كلا على حدة، وهذا في حد ذاته أمر عظيم. وقع ذلك في قلب العبد رهيب، الحساب رهيب نعوذ بالله منه، ولكن فيه الحساب للناس بالجملة لو يعني أحسست بهذا شيء، والحساب لكل فرد من البشر على حدة شيء آخر، يعني وقعه في النفس شيء آخر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل واحد ويقول ربك ربهم ملاك ملاك اللي كيعرف كيفاش راك مركب، هو الذي خلقك ذرة ذرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم سبحانه وتعالى ما انطوت عليه نفسك، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، يعلمك من أعلى رأسك إلى أخمص قدمك، يعلم منك ظاهرك وباطنك كل شيء، وما لم تعلم أنت من نفسك هو جل وعلا يعلمه منك، فيكشف لك سريرتك بين يديك. هذا معنى عظيم في الدين وفي العقيدة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني حياته كاملة خدام وعايش وضرب الحساب لهذا المعنى. كل الناس يعتقدون أنهم يموتون، لكن قليل منهم من يعتقد أنه ملاقي ربه على هذا المعنى، على هذا المعنى. هذا عادة يغيب عن الذهن، بل هل الذين كفروا به من اليهود والنصارى والمجوس، المسلم نفسه هذا يغيب عنه، فكيبدأ الإنسان يعني في كثير من أحواله الخيرة كيقول الموت كينا، الموت كينا، ولكن الأهم والأخطر والأعظم ما بعد الموت، ثم الأهم، لأن ما بعد الموت الحساب والعقاب والجنة والنار والصراط وهل مجرى نعوذ بالله إن نكون من أهل الشر ونسأل أن نكون من أهل الخير. الأهم من الأهم أن بعد الموت ملاقاة الرب جل وعلا، ومن حيث هو رب يعني من حيث أنت عبد خاضع مملوك ليس لك من الأمر شيء، خاضع ومعلوم منك كل شيء، كل شيء باين، كل شيء مفضوح فيك، يعلم منك كل شيء. هذه الملاقات وهذا المعنى العظيم من تحقق به وبنى عليه عمله اكتسب الخشوع تحقيقا، خشوع بل معنى التعبدي، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإذا أقبلت على ربك مصليا تقبل على المولى جل وعلا الذي خلقك، تعبد ربك مولك تعبده، فهو يعلم سريرتك وعلانيتك ويعلم ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وتقبل عليه تؤدي حقه، حق الخالقية، حقه من حيث هو خلقك. وكان جديرا بالمؤمن أن يعبد من خلقه، بل بالإنسان أن يعبد من خلقه، وحينما يضل ويتيه ويظن أنه قد خلق لهذه الحجرة أو لتلك الشجرة يعبدها، كما عبدوا قديما الشمس ظنا منهم من أنها أصل الكون، أو عبدوا النار قديما وحديثا ظنا منهم بأنها هي أصل الأشياء أنها التي خلقت، وإنما الخالق الله جل وعلا. فأنت إذن حينما تدرك أن الله جل وعلا هو ربك الذي خلقك ربك، فعليك إذن أن تقابل ربك في صلاتك، ومن هنا كل ما ضاق من الأمر وكل ما هالك من المصائب إنما وقع بإذن الله، لأن المصيبة في حد ذاتها لها رب. ما المصيبة في نهاية المطر؟ شنو هي المصيبة؟ حدث، حدث من الحوادث وقع، حدث غينا كان أو مرضا أو موتا أو أي شيء حدث، لا يحدث شيء إلا بإذن الله وبعلمه. ف
فالحدث له ربه، الحدث له ربه جل وعلا، وربه هو ربك، آخذ بناصيتي أي بناصية ذلك الحدث وبناصية تلك المصيبة كما هو آخذ بناصيتك. فتقبل على الذي أخذ بناصيتك، تسأله وتدعوه أن يصرف عنك ما هو جل وعلا آخذ بناصيته، فتقرب آنئذ وتقترب، فتقترب آنئذ من الله جل وعلا، وتقرب المسافة بينك وبين الفرج. شحال من واحد كيغلط بدل ما يمشي للفرج من الطريق المستقيم القريب، كيمشي له من الطريق المعوج ولن يصل إليه، يمشي له عن طريق الكهانة أو السحر أو العرافة أو شي مصيبة من المصائب أو الخريف، بينما الحق أبلج واضح جدا والباطل لجلج كما يقول واضح. فتذهب إلى مولاك تدرك أنه الحق وأن بين يديه كل شيء، يملكه ويملك ناصيته، فتستغيث به وتدعوه في الصلاة وبالصلاة، وإنما الصلاة دعاء، استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا الأمر الرب جل وعلا يعلم أنه قريب من نوع خاص من الناس، حبيب على قلوب نوع خاص من الناس هم الخاشعون. وإنها لكبيرة، يعني يصعب على الذي لم يذق هذه المعاني، يصعب عليه أن يلتجئ إلى الصبر أو أن يلتجئ إلى الصلاة، بل عند المصيبة يلتجئ بدل الصبر إلى الفزع، فيشق جيبه ويلطم خده وقد يهلك نفسه والعياذ بالله. ولكن المؤمن يلتجئ إلى الصبر، أي إلى عقيدة الصبر، وينتظر الفرج، ومن العبادة انتظار الفرج. انتظار الفرج من العبادة، عبادة من العبادات، أن تنتظر فرج الله جل وعلا، ثم تصلي، تسلك إلى الله الطريق المستقيم، وتطرق باب الرحمة، باب الرحمة تطرقه بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ونسب الرب إليهم نسبة إضافة، والإضافة هنا بمعنى التعبد، ربي هم تمكن الإضافة، لأنه كان ممكن في العربية أن يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا الرب، وقد قال بعد أنهم ملاقوا الله، ولكن قال ربي هم دياله. لما؟ لأنهم يعرفونه، وهذا يعني خاتمة المقال في هذه النقطة، لتدرك أن لك ربا عليك أن تتعرف عليه، لا تعرفه ابحث عنه قلب عليه، وباب البحث عنه واضح في كتاب الله جل وعلا، واضح بالقرآن وبالأعمال. ربهم، هل تعرف ربك؟ كلنا نقول الله سبحانه وتعالى، نعم هو رب كل شيء ومليكه جل وعلا، ولكن هل لك أنت به معرفة شخصية؟ هذاك يبقى صعب تجاوب عليه. معرفة شخصية أي لك معرفة أنت بالله، أن تعبد الله كأنك تراه. فرق كبير بين فلان وفلان في قربهم وفي معرفتهم بالله، ولذلك قيل في الصالحين الربانيين عارف بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء من؟ تمكن واحد المعنى اقتضائي كما يسميه علماء أصول الفقه، كيقتضيه الخطاب اللغوي كيتفهم بالعقل فلا يعبر عنه التعبير، وهذا يعني مقام من مقامات العربية معروف، وهو معنى العلماء به. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، وليس العلماء مطلقا، وإلا يعني شحال واحدين كيبقوا يدبزوا على العبارة، واش هم العلماء بالشريعة ولا العلماء بالطبيعة؟ لا هؤلاء ولا أولئك، وإنما العلماء به جل وعلا، سواء كانوا من علماء الشريعة أو من علماء الطبيعة، فإن لم يكونوا علماء به فلا قبل لهم بالخوف والخشية والخشوع، سواء كانوا من هؤلاء أو من أولئك. وها نحن أولئك نرى كثير من علماء الشريعة لا حظ لهم من الخشوع والخشية، بل قد تجد منهم الشياطين والعياذ بالله. وكذلك علماء الطبيعة منهم من وقر الإيمان في قلبه وامتلأ خوفا وخشية من الله جل وعلا. فهذا يتعلق بالعلم، يوصلك إلى الله أم لا، تشتغل به على أنه مسلك ودربون تصل به إلى الله أم لا. فإذا عقدت القصد على هذا المعنى، وكن عالما في أي فن شئت، في مكان هذا العلم من العلوم المطلوبة على العموم
بالجملة أو بالتفصيل فيما كنت، اشتغل به على أن تعرف الله، الله جل وعلا يدلك عليه، لأنه سبحانه وتعالى هو يعلم، هو جل وعلا يعلم قصدك، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، يعلم قصدك ومرادك، فهو يهديك جل وعلا، يهديك إليه، فلا أحد أرادك يستدل، كما قال صاحب هذه الإشارة اللطيفة: لقد وضح الطريق إليك قصدا فلا أحد أرادك يستدل. يعني من أراد الله جل وعلا دليله عليه هو جل وعلا، الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يعلم أن فلانا الفلاني هناك في هذه النقطة من الأرض، يشتغل بهذه الصناعة وبهذا العلم، يبحث عن الله، فهو سبحانه وتعالى لا يتركه هكذا ضائعا تائها إلا بقدر ما يعبد الله بذلك العمل. فحينما يصدق قصدك وتصفو سريرتك فهو سبحانه وتعالى يفتح لك الباب وتدخل إلى باب المعرفة بالله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأن هذه الخشية مستحيل أنت واحد الحاجة ما كتعرفهاش وتخاف منها، ما يمكنش، اللهم إلا إذا اعتقدت فيها جهلا أنها قد تضر. ولذلك الطفل الصغير ما كيخافش من الأشياء الخطيرة لأنه لا يعلم وجه الخطر منها، شوف الحية وش يشدها ما عرفش. فإنما يخشى الله حقا من يعرف عظمته، يعرفه أو يعرف وجهان من وجوه العظمة وجانب من جناب السلطان العظيم. فإذا عرفت هذا وقع في قلبك الخشية والرهب، ويدعوننا رغبا ورهبا، لأنهم يعرفونه جل وعلا، هؤلاء الأنبياء يعرفونه سبحانه وتعالى، لأنهم ربهم ديالهم، فتلك نسبة خصوص وإضافة معرفة، وهو شيء عظيم. فليكون لك ربك أنت أيضا، ليكون لك ربك، بمعنى لتكون لك معرفة به جل وعلا. فالرب الله رب الجميع سبحانه وتعالى، ولكن يختلف الناس في مراتبهم قربا وبعدا منه ومعرفة وجهلا به، والعارفون على مراتب، كل واحد المقدار ديال المعرفة ديالو به جل وعلا. فإذا أردت أن تتحقق بمعنى الخشوع وتكون ممن يستلذ الصلاة ويستحلي مرارة الصبر، استحليها يذوقها وتجيه لذة عجيبة فيه، فعليك أن تتحقق بسبب الخشوع، لأن الخشوع قلنا راه معنى، راه ما يمكنش يعني في الليل والصباح يجيك الخشوع، مستحيل. هو كالفرح وكالحزن وكالسرور وكالخوف والرهبة، أمور لا يمكن للإنسان أن يكتسبها بشكل مباشر، مستحيل. إلا أنت جالس وقلنا لك ودابا خصك تولي فرحان، ما تستطيع، ما تقدرش، لأن الفرح والسرور مسألة وجدانية ماشي بيدك. السرور لا يدخله أحد على نفسه بإرادته، بل هو يدخل، أي السرور نفسه يدخل بأسباب، وكذلك الحزن نعوذ بالله منه. إلا كان طير لك وقلنا لك وضحك فرح، إلا ما جاتكش أسباب ديال الفرح ما تقدرش تفرح، واخا تبين الابتسامة بوجهك يبقى الحزن مسيطرا على قلبك، ويبقى وجدانك منقبضا حتى تأتي الأسباب المضادة للحزن فتفتح قلبك للسرور آنئذ. خشوع بحال هذا الشكل هكذا، فلا يمكن أن تكتسب الخشوع، يعني الخشوع أنا بغيت نولي خاشع، ما يمكن، هذا مستحيل، لا يتصور في الذهن ولا يقع في الواقع، ولكن له أسباب، كما أنك تعرف بأن الفرح إلا بغيت تدخل الفرح والسرور على واحد أنت عارف كدير له، كدير له أسباب معينة فتدخل عليه الفرح والسرور، بغيت والعياذ بالله تدخل عليه الحزن كدير له أسباب. فكذلك الخشوع له أسباب، هذه الأسباب هي التي في الصلاة الحق في هذين المسلكين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تعرف إلى ربك، تكون خاشيا، تعرف إلى ربك. احنا قلنا ما قالش يعني الله، لأنه تجيب سياق أخر، ولكن لحكمة أخرى، هنا الحكمة ديال تحصيل هذا الخشوع الذي يجعلك تستعين بالصبر والصلاة باش تقدر على هذا الجزء، تتحقق بالخشوع لهذا الغرض. وهذا الخشوع من هذه المرتبة إنما يقع بقلبك أن تكون متعرفا على ربك، عارفا به. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا الرجوع العام اللي هو الإيمان بالبعث، رجوع إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الرجوع العام إلى يوم القيامة بما يقتضيه هذا المعنى من عموم، رجوع إلى الله جل وعلا في الحساب وفي الصراط وفي البعث بعد الموت قبل ذلك والحشر وكل أهوال القيامة وأحوالها، رجوع عام.
لأن المعنى الأول فيه خصوص ربهم، هذه إكساع ما كيبالك في ذهنك لا الجنة ولا النار ولا الصراط، لا ذلك شيء كله ما حاضرش الآن، لا إنما هو الحاضر ربك أتعرفه أم لا، جلاله جماله سلطانه أسماؤه صفاته قدرته جل وعلا، تمكنه سبحانه وتعالى من إحيائك وإماتتك وكل ما يتعلق بك، هذا معنى خاص دقيق جدا. ثم بعد ذلك أحالك على المعنى العام لما تحقق بهذه، لأن هذه أصل الأصول في العقيدة أن تعرف ربك، ثم بعد ذلك أن تعرف ما يترتب عن هذه المعرفة من أمور الآخرة جميعا، وهو وأنهم إليه راجعون. وقال إليه لأن أمر الجنة والنار والصراط كل ذلك عود، ماشي أرباب أخرى تخافها لذاتها، وإنما تخافها لذات الله، لأن الله الذي جعل العذاب كذلك، ولأن الله الذي جعل النعيم نعيما، ولأن الله الذي جعل الصراط صراطا، فتخاف الآخرة وتتقي الآخرة بما أنت تتقي الله وبما أنت ترهب الله. وأنهم إليه راجعون، كمال كمال التوحيد حقيقة، كمال التوحيد وجماله حقيقة. القرآن كنز لا يفنى، عجيب. وقد ذكرت كلاما في مقام آخر ومجلس آخر من مثل هذه المجالس المباركة أن الإنسان يقدر يخدم بآية واحدة، يخدم نفسه ويخدم من حوله سنوات آية واحدة، والله سبحان الله العظيم يعني آية واحدة. وقد رأيتم في مثل هذه الآية وفي غيرها أنها تبقى تراجعها وتدبر تدبر، رحنا كملنا من التفسير شحال هذه، هذا الشيء ماشي تفسير، هذا تبصر وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن، ما حدك تدبر ويتفض بحال العين، لا تنقطع بيني وبينك، خذها نعس بها فق بها، سير بها في الحافلة سير بها في الأرض في كل مكان أجيز لك فيه أن تذكر الله جل وعلا، اذكره بهذه الآية وتتبر، تعطيك ما لم تعطي أحدا قبلك. عجيب من الناس، شيء عجيب جدا. هذا القرآن كنز لا يفنى، وما حدك تعيش مع الآية الواحدة وهي تفيض عليك بالخيرات والبركات. أنا قلت يعني كيمكن الإنسان يعيش الإيمان دياله، يعني الإيمان دياله يعيش بآية واحدة سنوات سنوات، كتاب الله لا ينفد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أمرنا بتكراره ولا تكرار فيه، تقرا الفاتحة في الركعة الأولى الصباح، في الركعة الثانية الصباح، في الركعة الأولى في الظهر الثانية الثالثة الرابعة، وكذلك في العصر وكذلك في المغرب، شمعات كيسحب له كنعود وما كيعود حتى واحد. لا شيء في القرآن يتكرر، لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين كما قال الحكماء الأقدمون، يعني حكمة لطيفة وحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها، يضربوا المثال الأشياء في تغيير القرآن يعني يزكو وينمو وتتبدل أحوالك معه، حال ذاك الود اللي كتسبح فيه واحد المرة واحدة وتطلع من اللي كتبغي ترجع له كيتحب لك ركعة وترجع تعوم في هذاك الود، وفي الحقيقة أنت كتعود تسبح في نهرين آخر لأن الماء اللي سبحت فيه انت مشى، هذا ما جديد، إن الواد كيمشي. لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، كذلك القرآن لا يمكنك أن تقرأه مرتين إلا إذا لم تكن قارئا، غير كتعود. أما الذي يقرأ القرآن بمنهج القرآن فهو لا يكرر منه شيء، تجد في الصورة الواحدة بل في الآية الواحدة ما لم تجد قط في حياتك، وجرب ترى كما يقولون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.